هلا بكم يا اهل الرياض ومرحبا الف بزوارها. طبعا اليوم ضيفنا اليومي راح يكون من منطقه التحدي والرعب والاثاره، منطقه وينتر وندرلاند في موسم الرياض. طبعا انا وخلف ومحمد راح نكون لاول مره نجرب هالالعاب اللي تتسارع معاها نبضات القلب وتنحبس معها الانفاس، وطبعا عشان نشوف جاهزيه الالعاب ولا يا محمد؟ اكيد يا نرجس، اليوم تحديدا راح نشوف الرياض بالمقلوب وراح نكون اول الاشخاص اللي جربوا هالالعاب. طبعا في شركات مخصصه يا نرجس بس لتصنيع هالالعاب وبرضه لمراقبه سلامه هالالعاب. بقول لك شيء مره مهم، 5 من ضمن 42 لعبه في هذا المكان تعتبر من اخطر الالعاب في العالم. الله يعين. واضحة توحشنا يا محمد. والله الله يسمح للتجربة هذه، صدقني حلوة إن شاء الله. دبل لوب، اللعبة اللي ارتفاعها 60 متر، طبعاً يقال عنها إنها الأكثر رعباً. طبعاً خلف ومحمد في مكان ثاني ومختلف بيجربوا تجارب مختلفة وراح يخبرونا عنها. طبعاً أنا راح أجربها، مع أن خلف تحداني وقال لي مستحيل تقدر تلعبيها لأنك بتشقلبي شقلبة، بس قلت ما يخالف الشقلب وأشوف الرياض بالشقلوب وراح أقول لكم تجربتي بكل شفافية. ما أخفيكم تجربة مخيفة ولكنها ممتعة مرة، حبست أنفاسي وخفت ولكن حسيت إنها لعبة لازم الكل يجربها، ولو عندك خوف شوية وقليل جربها تكسر الخوف لأنها فعلا بتشقلب فيك وبتكسر كل الخوف اللي فيك أو بتزيده.